الخارجية الأمريكية تتلقى تحذيرا، هذا مضمونه. ذكرت قناة ABC نقلا عن مصادرها أن الخارجية الأمريكية تلقت تحذيرات من دبلوماسيها في الشرق الأوسط بشأن تنامي العداء لواشنطن. وقالت ذات المصادر إن سبب تنامي العداء لواشنطن هو موقفها من الحرب في غزة ودعمها المطلق إسرائيل. وجدير بالذكر أن الشارع العربي يعرف استنكارا شبه يوميا للموقف الأمريكي من العدوان على غزة، كما أن سمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقت عدة ضربات في أمريكا والدول الأوروبية بسبب موقفه الداعم للكيان الصهيوني في حربه على الشعب الفلسطيني.